خلصي من كراك يقول لي هما عيب الله ما تقولوش لا أخنوش خليوه يا كاتسي من كيران نهار اللي خدالك الدعم ديال العالم القروي وسحبولك بين يديك وضربنا معاك كنا احنا زوينين داك الساعة نهار اللي رفعتي الدعم على المحروقات وكان سي أخنوش وزير المالية ليوم واحد من بعد ما انسحب حزب الاستقلال في نهار واحد دار ليك الغميق ومشى دار تأمين على أسعار المحروقات في البورصة وخلصها من مال الشعب بالملاير وانت ما عرفتي والو وما عرفتيش كيفاش كيدير لك هاد الأمور هادي وعندك وزير مدلل داخل الحكومة ساكت عليه نهار اللي دار ليك البلوكاج وكنا احنا الوحيدين الحزب المغربي الحر اللي جا عندك الدارك باش يتضامن معاك ويتضامن مع الاختيار الديمقراطي كنا احنا مزيانين نهار اللي خرجوك من الحكومة صحابك والمحيطين بيك باش يستافدوا وكنا احنا متضامنين معاك نهار ديال الحملة ضد التحكم وإلياس العمري وكنا احنا في طليعة هذه المعركة وبالتالي الله يجزيك بخير والإخوان في العدالة والتنمية ملي يكونوا الشباب كينتفضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصك تعطيهم ابتكار لأن حزبكم هو اللي خرج علينا هذا القنطم من جحر ديالو وبدا الآن كياكل فينا واحد واحد وتتحملون معهم مسؤولية والشعب ما غاديش ينسى لكم هادشي وإلا أنتم ما مسامحين ما أخنوش حنا ما مسامحين لا لكم لا لأخنوش ونطالبه بالرحيل ونطالبه بأن يرحل صراحة مغاربة اليوم سؤال عندهم واحد مغاربة عندهم سؤال واحد هو سبب ارتفاع الأسعار والجواب عليه بسيط لأن المغاربة ما بقاوش كيفهموا كيف يعقل على أنه ضامن زاد فيه 10 دريال مرة واحدة ما بقاوش كيفهموا كيف أن باقي دوراق بويض كتزاد من 35 درهم إلى 85 درهم ما بقاوش كيفهموا علاش المازوت كيزيد من 9 دراهم الى 14 و16 و17 و18 دراهم المغاربه كيتسائلوا علاش هذا الارتفاع المهول في كافه المواد الحيويه والجواب سهل لان عندنا حكومه ديال المرتزقه على ظهر الشعب لان عندنا حكومه لا تنتمي الى هموم الشعب وخلتنا فريسة للوبيات التجارة في المواد الأولية وعلى رأسها لوبيات المحروقات اللي قلت رأسها عزيز أخي هذا أمر فيه الحماقة الإخوة فيه الحماقة لأن ملي كنسمعوا التبريرات ديال الحكومة كيقول لك أودي كاين مشاكل تقنية دولية كتتعلق بالتحولات الدولية والحرب الأوكرانية وهذا كذب علاش كذب لأن ملي غادي تشوفوا المغاربة ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج كيتزاد الإرسال ديالها ديال الدعم للعائلات المغربية اش كيفهموا المغاربة أما المغاربة اللي كاينين في الخارج الحكومات ديالهم حافظات على القدرة الشرائية ديالهم وحافظات على قدرتهم في التوفير وحافظات على قدرتهم انهم يوفروا ويسيطوا شويه لعائلتهم في المغرب في حين الحكومه المغربيه كشطات هذا الشعب كشطات ما تبقى من جيوب المغاربه الاشكاليه الاخوان ماشي هي هذه التبريرات الخاويه
السبب الحقيقي هو ان عندنا لوبيات تعطاها لوبيات اقتصاديه تعطاها الضوء الاخضر باش انها تكشر المغاربه كما بغات دون حاسب او رقيب. لان ملي شفنا العمليه الانتخابيه دوك الملايير اللي كانت كتلاح في الزنقه والفلوس باش يشريو الاصوات كنا كنحضروا المغاربه كنقولوا لهم ما يمكنش ان هذا الشخص اللي كيوزع هذا الملايير ما يكونش عنده الربح. والربح عرفنا حتى تولوا الحكومه انه طلق اللوبيات زيد كما بغات باش ترد داك 200 درهم ديال الصوت كما بغات وتردوا اضعاف مضاعفه. وجا الكلام الاخير ديال والي بنك المغرب اللي فضحهم واللي عيوهم يضغطوا عليه باش يرفع سعر الفائده ولكن قال لهم اودي راكم غير كتخلطوا. رفع سعر الفائده لن يفيد في تنظيم السوق المغربي ولن يفيد في خفض الاسعار. وقال لهم اودي راسكم ديروا خدمتكم في ضبط الاسعار ومراقبه الاسواق. اليوم تصوروا الاخوان على انه عزيز أغنوش بصيفته ماشي رئيس الحكومه بصيفته رئيس افريقيا كيربح غير في البنزين وفي ليسانس 500 مليون في النهار هي مليار سنتيم في 48 ساعة. وحسب المغربي اللي ما كتلقاش ما تاكل حسب على ظهرك شحال كيربح. ورغم ان مجلس المنافسة عيانا يدير في العكار وعيانا يدير في الكحل الشركات المحروقات الا انه فشل فاش انه يظهر وجهها البشع وجهها الاحتكاري وجهها الشركات الاجرامي. وصرح صراحة على انهم زادوا في الربح خلال الازمة ديال كورونا. غير هذه شركة افريقيا زادت اكثر من 50 سنتيم خلال الازمة ديال كورونا. غير هذه تبين لكم الحجم ديال الجشع ان المغاربة هذي مشاليه رزقه بكورونا ان المغاربة هذي مشاليه مشروع ديالو بكورونا ان المغاربة داخلين سدين عليهم. وكاين شركات ديال المحروقات اللي استغلات نزول اسعار المحروقات وستوكاتها حتى ارتفعت الاسعار وهي تنزلها للسوق. غير هذه وحده وخا عيان مجلس المنافسة ما يدير لينا داك داخل هو ولكن عيان يغطي وهذه ما قدرش يغطي. غير هذه خصهم يدوزوا كلهم الجنايات دوك الشركات المحروقة. نزيدكم حاجة التقرير ديال مجلس المنافسة الأخير رغم ما فيه قال لهم بلي هاد الشركات هذه كتحتكر السوق وكدير العراقيل باش شركات اخرى تنافسية ما تدخلش للمغرب. غير هادي وشكون اللي كيحتكر السوق من غير أغنوش اللي عنده اكثر من 30% من السوق بلا ما نهضرو على الفيول بلا ما نهضرو على الكيروزين ديال مازوت الطائرات اللي كيحتكرهم 100% والارباح ديالهم بالملايير في 24 ساعة بالملايير. الاخوان المغاربة راكم غاديين إلى كارثة حقيقية إلى استمر. هذا الشخص في رئاسة الحكومة واستمرت هذه اللوبيات ديال المحروقات واللوبيات الاقتصادية ديال المواد الأولية استمرت في هذا الجشع. راه غدا بعدو ما نلقاوش المغربي ما يبقاش قادر ما يتغدى أما العشاء ما بقاش قادر. الإخوان نحن أمام حالة غير مسبوقة من الانفلات من العقاب وحالة غير مسبوقة من ضغط السوق. لأن في الصيف ملي كتمشي عند مول الحليب وتقول له أنا زدتي علينا يقول لك شوف رئيس الحكومة شنو داير في المازوت. ملي كتمشي عند مول دانون على 60 درهم دانون كيقول لك شوف رئيس الحكومة
أشدار في المازور، ملي كتمشي عند مول الخضراء على 60 خضراء من 3 دراهم 10 دراهم يقول لك شوف رئيس الحكومة. علاش المغاربة كيقولوا إلا غادي نسقيو غادي نسقيو من الدروج من الفوق؟ اليوم عندنا رئيس حكومة هو المستفيد الأول من الاحتكار، وهو الرافع الأول للأسعار، وهو المستغل الأول للمجد ما بين السلطة وما بين الاقتصاد. هذه كارثة الإخوان. ويخرج سي عبد الإله بن كيران وطير له مني وما يبقاش يهضر معايا، حيت قلت له راه كتخربط ملي وقفتي هذا الامتداد الشعبي الرافع لشعار ارحال الاخ النوج. هذه لا غير مقبوله منك، وما عندكش علاش تطير مني، وما عندكش علاش ما تهضرش معايا، لان انا قلت لك غير الحقيقه. وثانيا انا ملي كنت كنجي عندك نصحك لا في ايام 20 فبراير ولا في ايام الصراع ضد التحكم، عمري ما جيت عندك لدارك نطلب لك شي حاجه. كنجي عندكم لاقوم وانصح، وباش نقول لكم ها هي المواقف اللي بغاها المغاربه، ماشي اللون الرمادي. ما عرفناكم لا مع الحكومه، داك النهار سي نبيل بن عبد الله قال لك هما كيتصلوا مع بعضياتهم، ولا ضد الحكومه ولا في المعارضه ولا في الاغلبيه. لا اليوم المغاربه ما بقاوش باغيين هذا الشيء، باغيين حزب حقيقي ونقابه حقيقيه اللي غادي تدافع عليهم بكل حريه وبكل مصداقيه. وباش نحدوا من هذه الموجه، اتخذت الحكومه واحد المجموعه ديال الاجراءات. الاجراء الاول هي اعطت الدعم لبعض المسؤولين في النقل او ارباب النقل، وبدات كتفرق في الفلوس لصحابها، وكتفرق الفلوس اللي معاهم في الحيز، وكتفرق الفلوس لصحاب الاكريمات، واذا بهم صحاب الطاكسيات هما كانوا الاوائل اللي نزلوا للشارع بهاشتاك ارحل اخ نوش. واضح الاخ نوش ان هذا الدعم المباشر ما كيوصلش لصحاب الطاكسيات وصحاب الناقلات وصحاب الشاحنات، كيديوها غير صحاب الاكريمات، وكيديوها غير صحاب عزيز اخ نوش، وكيديوها غير الناس اللي مع الحزب ديال عزيز اخ نوش. لهذا السي جواهري قال لهم هذا الدعم اللي كتعطيوه راكم كتخرقوا، وراكم غادي تخرجوا على الميزانيه، وان الدعم كان خصو يتوجه للفئات الاكثر هشاشة، الفئات اللي في الجبل ما عندها فين تسكن، الفئات اللي كانت كتنزل السوق ب 40 درهم وكتلقى ما تشري، الان ما كتلقى ما تشري. لهذا فنحن نحيي السيد والي بنك المغرب على مواقفه الشجاعة وعلى مصداقيته في الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية. حنا قلنا ارحال اخ نوش لان المشكل ليس فقط كيتعلق بالطغيان ديالو في 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 عالم المحروقات. حنا قلنا ارحال اخ نوش لان هذا الراجل كنعرفوه من النهار اللي جابتو حكومة العدالة والتنمية يتولى وزارة الفلاحة وقبل منها. اليوم الفلاح ما عنده ما يشرب، اليوم لأول مرة في التاريخ ديال المغرب المعروف أنه كل مدة كتجي جفاف المغرب ما لقى ما يشرب وليداته، وما لقى باش يعطي المال للمغاربة، لأن السياسة الفلاحية اللي دارها عزيز أخ نور نهكت الثروة المائية. واش كتعرفوا على أنه اليوم كاين تقريبا أكثر من ثلاثة ديال السدود اللي ما بقات فيها حتى قطرة ديال الماء؟ واش كتعرفوا على أن كاينين أكثر من ربعة ديال السدود نزلت الحقينة والاحتياطي ديالهم لأقل من 30%؟ والسبب ديال هادشي هو واحد السياسة فلاحية اهتمت بالفلاح الكبير وبالفلاحة الصغيرة. واليوم كيديروا لنا الدعاية
بالإعلام العمومي على أنه المواطن البسيط اللي عنده غير واحد البسبوس وواحد يعني واحد لتر ديال الماء كيفتحو باش يتوضا ويدير كاس ديال أتاي كيقول له سد داك البسبوس. ألا الماء 80% كتمشي للفلاحة و10% كتمشي للصناعة و10% هي اللي كنشربو منها حنا كل يوم. بعد ما خرجنا وتكلمنا صدر قرار بوقف الدعم على زراعة الأفوكا وزراعة الدلاح من الحكومة. حنا لم نطالب مغربي اليوم خصو ما يشرب. المغربي خصو المواد الأساسية في المائدة. المغربي المتوسط ما كيشوفش الأفوكا، الأفوكا كتصدروها للخارج. يا ربع المجرمين غادي تخليونا هنا في هذه البلاد كنموتوا من العطش وتهربوا لكندا؟ راه كارثه هادشي. واش عارفين ما معنى ان المغربي يفيق في الصباح ما يلقى ما يشرب؟ معناه ان كاع السياسات الحكوميه اللي دارت في القطاع الفلاحي الذي لوحده كياخذ 80% ديال الماء معناه انها سياسه فاشله. هذه كارثة. الصيد البحري مشيو شوفوا الصيادة التقليديين اللي كاينين في الداخلة واللي كاينين في شمال المغرب من اللي كيدخلوا للبحر اش كيخرجوا معاهم؟ كيخرجوا غير الصباط والقراعي الخاوية والشباكي الخاوية المقطعة، لأن كاين واحد اللوبي ديال الصيد البحري الذي لهف الثروة الجوفية ديال المغرب والثروة البحرية وما خلى الصياد التقليدي ما يدير. واليوم السمك في السوق بلغ إلى أثمنة غير معقولة، وحنا عندنا جوج بحورة واحد البحر ديال البحر الأبيض المتوسط ما بقاش فيه حتى حوتة، حوتة وحدة ما بقاش. المنطقة من طنجة إلى حدود أسفي ما بقات فيها تقريبا حتى حوتة، باقي واحد شوية بالداخلة هما كيبيعوها. وفي الأخر كيجي وزير الفلاحة ويدير قرار من يتحمل تبعاته كما العادة ديما كتجي في الضعيف، هو أن الصياد الصغير ما يبقاش يدخل يصيد الحوت لمدة 5 سنوات. الإخوان كاين اتهمنا انكم زربتوا للمطالبه برحيل اخ النوش وان هذا ماشي هو الوقت، اعطيوه الوقت. اليوم مرت سنه على حكومه طلعت بوعود، واش شي موظف شاف شي 1000 درهم زادت ليه؟ واش شي طبيب شاف شي 2000 درهم زادت ليه؟ واش المعلمين اللي وعدوهم بالزيادات زادت ليهم؟ لا شيء. وداروا لنا واحد المسرحيه ديال الحوار الاجتماعي، والصراحه كان مخارق عندي في واحد المرتبه، يعني كنقول الا تكلم مخارق غتزعزع البلاد، واذا شفته بحال كيخربق تخربيق. عمري ما شفت نقابه في الدنيا في البلاصه ما يكون السياسه النقابيه في العالم هي معارضة الحكومة نقابة كتخرج تصفق. ولكن إلا شفتوا عرفتوا، إذا عرف السبب بطل العجب. ملي وقع على ذاك الحوار الاجتماعي وبدينا نقراو المضامين ديال الحوار لقيناه زاد 100 درهم للمتقاعدين. 100 درهم اليوم في المغرب ما تشريليش حتى قرعة الزيت اللي كدير 130 درهم. بالحق بالمقابل باش نرجو فرحانين، هادوك النقابات الذين لا يمثلون لا الاجراء ولا الموظفين، لان ملي كنمشيو عند الموظفين نسولوهم واش نتوما راضيين على الحوار الاجتماعي كيقول لك الماتش تباع. لقينا سي عزيز اخ نوش دار زياده في الدعم العمومي للنقابات ب 30%، الموظف زادوه، المتقاعد زادوه 5%، والنقابات زادوها 30% من الدعم. وبالتالي ما يمكننا الا نتاسفوا على التاريخ النقابي المغربي والعمل النقابي المغربي اللي ولا
بدعم بسيط كينسى التاريخ والامجاد ديال النظامات ديال الطبقه العماليه وديال الموظفين. مؤسف هاد الحيطات اللي وصل ليه العمل النقابي. ونمشيو نراقبوا هاد الحكومه، الا كنا نحن ننادي برحيل النوش فهاد الحكومه كلها يجب ان ترحل. سنه كانت كافيه باش تعطينا صورة واضحة على نوعية الوزراء والمسؤولين وعلى السياسة اللي كيطبقوها. سنة كانت كافية باش تعطينا صورة واضحة على النوايا والمشاريع التنموية ديال هاد الوزارة ديال هاد الحكومة. نمشيو عند السي زعيم ديال البار. هاد الزعيم اللي تولى وزارة العدل أصبح غير قادر على انه يمشي في اصلاح منظومه العداله وعلى انه يحقق التوازن. وخرج للمحامين واحد المشروع كيخلي المحامي مسكين ما قادرش يدافع حتى على المواطن، ما يدافع حتى على راسه. واطلق الهيمنه للقطاعات التي تهيمن على قطاع العدل. والمغاربه والعالم كيعرف على ان منظومه العداله الا ما كانش فيها التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق السلطات الاخرى وتكون سلطه قضائيه قضاء الحكم سلطه مستقله، ما كاين عداله. والا مشات العداله ما كاين حتى حل. ومشى وخلى هذا المشروع ديال قانون المهنه وانه يعلي بسلطة الدفاع. مشى كيقبل 19 ديال المواطنين. تصوروا شمن حيطات نهضروا على السي المراوي معاه في الحزب وزير التعليم العالي. جاو مجموعة ديال الطلبة من اوكرانيا هاربين من الحرب. تصوروا وليداتك وليدات الوطن هربوا من اوكرانيا من الموت وجاو هربانين من الحرب، وإذا بهم كيستقبلهم هذا الوزير المحترم وكيقول لهم إلا بغيتوا حنا الجامعات ما عندنا فين ندخلوكم، مشيو كملوا في القطاع الخاص. بالله عليكم واش هذا حل؟ الأساتذة الباحثين سنواتهم كينتظروا مشروع قانون كيحترمهم، ما قدرش يعطيهم حتى مشروع قانون. ومشى البارح كيقول أودي أنا باغي ندير واحد الشعبة في الجامعة جديدة سميتها ديال الشيخات. تصور فين وصلنا الاخوان ديال القطار. قال لهم انا غادي ندير شعبه جديده وغادي وانا كنامن ان الشيخات هو تراث كبير وخصنا ندخلوه للجامعات. ياك اسيدي الا انت جدودك شيخات، حنا المغاربه جدودهم عمرهم ما كانوا شيخات. حنا المغاربة جدودنا هو علي بن عبد الله. حنا المغاربة جدودنا هو محمد الزياني. انت الى جدودك شيخات مشي بوحدك دير هاد التراث، وإلا درتي الشيخات وكتفتخر بالشيخات وزيد حتى الشوافات ولا لا؟ دير عاود شعبة ديال الشوافات يقرب حتى هو علم. تشوافيت حتى هي علم. مصيبة. جات السيدة وزيرة السياحة في خطم الموسم السياحي ديال المغرب في شهر غشت اللي كيجينا داك الشوية ديال الجالية كنفرحوا بها، وخلوهم كرفصين على الحدود وخلوهم زادوا لهم في الأسعار ديال البواخر ديال وسائل النقل الدولية، وخلات هادشي هذا ومشى دوز كونجي في زنجبار. تصور شهر في زنجبار مخلية دولة على قدها وهي وزيرة سياحة باش دير الكونجي في زنجبار، مخلية بلادها مخلية المناطق كتقول حتى أنا بغيت نرتاح بغيت كونجي. واش بالله عليكم كاين شي مسؤول حكومي في دولة فيها أزمة، في دولة خارجة من الكوفيد، في دولة عندها الجالية خصها اللي يستقبلها وكتخلي هادشي كامل وتمشي للكوفيد؟
لا زين جبار دير لهم دعاية اش غنسميو هذا الا سميناه خيانة للبلاد. وملي كنت كنسمع هذاك طوطو كيقول غادي نهضر بالرجولة غادي نقول واش انت كتعرف الرجولة؟ الله سروالك بعد سروالك عليه بعدا باش تعرف معنى الرجولة. وغادي نقول واحد الميساج مقول واش هذا كلام كيتقال؟ انا حاسو غيهضر على ارتفاع الاسعار ميساج واعد وغيهضر على المغاربة نصهم كيموتو في البحر هو قال لهم صفوا على وزارة الطاقة ونسال الله ينعل لي ماشي. وفين ما كاين شي ميكرو كيجيبوه لينا لهذا كيطلعوه ويردوه ويعطيوه الجوائز ويخلصوه من مال الشعب. وحنا باقي كنتسناو لان ناطق رئيس الحكومه قال اودي حنا في الحكومه ما عجبناش هذا الشيء اللي دار وزير الثقافه وما خلصوش من المال العام من المال ديال المغاربه. وخرجت واحد الجريده البارح واحد الجريده خاصه بنشر الدعايه ديال المثليه قالت لهم ما تهضروش على طوطو راه حضر ليه ولي العهد. يا ما حشمتوش وهذا عذر اكبر من زله. كيفاش مغني امام الى انا باقي ما مزيانش انه حضر وما عرفتش هاد الاسباب ديال الخبر وشنو علاش دخلات بود هاد الخبر ما عرفتش. ولكن هذا عذر اكبر من زله. كيف يعقل على ان واحد المغني كي حنا خصنا نتعامل مع المؤسسه الملكيه بالاحترام وبالتوقير لا امامها ولا امام الملك ولا امام ولي عهده وغادي يجي واحد ويقول لك انا كنغني بالكلام الفاحش امام ولي العهد وامام جمهور ديال الغربه والامهات والاباء وكنقول انا كنتحشش ترى هذه كارثه. اش غنعلمو للشباب؟ غادي نعلمهم اننا نسبو امام والدينا ونسبو امام جدودنا ونقلوا الحياء امام جلاله الملك ولي العهد. راه هذه كارثه الاخوان راه هذه كارثه حقيقيه هذا الشيء اللي كيتقال. وانا لحدود ساعه لم اصدق هذا الخبر وباقي كنتسنى التكذيب لان هذا المغني هذا الطوطو حاشاكو من اللي كيقول هذا الكلام الفاحش امام هاد المسؤولين ديال البلاد؟ اش غيبقى لنا؟ اش غيبقى للاباء والامهات؟ يديروا مغاربه الاخوه الحضور اعضاء الحزب المغربي الحر مناضلات ومناضلين عندي لكم رساله ختاميه قبل ما تنطلق الاشغال ديال لجنه التحضير. رسالتي هي ما قاله طارق بن زياد البحر وراءكم واقنوش امامكم وانتم بوحدكم لا احزاب من غيرنا لا نقابات لا حتى حد. وبالتالي ما عليكم الا استمرار النضال وما عليكم الا الاستمرار لان الهجمه ليست فقط على جيوبكم هذه هجمه على قيمكم وهجمه على حضارتكم وهجمه على تقاليدكم. راه غادي يجي واحد الوقت يا لطيف انتم كتشوفوا كيفاش كثرات الانتحارات وكيفاش البارح مات واحد 17 شاب في القصر الكبير وشرب الغرب في القصر. كيفاش الشباب ديال المغرب كينتحر في قوارب الموت. اليوم نحتاج الى شباب واعي الى شباب يرد الروح للعمل السياسي الى شباب عندهم قدرات التفكير السليم الى شباب عندهم قدره يوقف هذه الهجمه على الجيوب ويوقف هذه الهجمه على الاخلاق ويوقف هذه الهجمه على الدين ويوقف هذه الهجمه على المؤسسات الدستوريه ويوقف هذه الهجمه على القيم والتاريخ والحضاره. وكنتمنى على انه الاعداد الى الملتقى واللقاء الوطني الكبير يكون محطه ليس فقط للصراخ وللمنادات بالرحيل وانما باعداد بدائل حقيقيه سياسيه واعداد بدائل نضاليه.
للخروج غنيعا من هذه الأزمة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.